حصل جثة ولدي ولا جلست أسبوع أدور علي. بعد أسبوع من البحث عن ولدها المختطف وجدته صورة على حائط مستشفى ذمار العام. فقدت هذه الأم ولدها مرتين في جريمة مركبة في سنة 2016 حين اختطفته ميليشيا الحوثي من منطقة الحوبان شرقية تعز، وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 حين اختطف روحه التحالف العربي بغارة جوية استهدفت مكان احتجازه في كلية المجتمع بذمار. أنا أصلا أني مضيع، أني عند الناس لا معي لا بيت ولا أني كان معي هو الوحيد غمدان الوحيد الذي كنت أتمنى أنه يعيش معي، يعيش في جناحه. تروي الأم الحكاية بدموع منهمرة على وجنتيها خلال جلسة الاستماع التي أقامتها رابطة أمهات المختطفين بتعز لضحايا قصف طيران التحالف العربي لكلية المجتمع بذمار تزامنا مع الذكرى 3 للجريمة. أملا منا بأن تدخل هذه الجريمة البشعة في قيد المحاكمة والمساءلة وألا تسقط بالتقادم. أما وهيب فقد وجد نصف شقيقه في ذات المشفى بعد أن تعرف على ما تبقى من جسده بصعوبة. رجع معه بالحق والقدم اللي تحت بس قلت له هذا الجثاق هي من هنا منزل ما هنا معافيش والله معافي حاجة قد كانوا شياب. عزاء ميته على قيد الحياة، تلك قصة المختطف الناجي من قصف طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات على كلية المجتمع في ذمار. شياب موتي خلاص بدأ العزاء بالبيت بالقرية. يحكي صادق ظروف اختطافه من منطقة عبدان بمديرية المسراخ جنوب تعز أثناء خروجه من المدرسة أواخر 2017. استمرت تقريبا تحت الركام 8 دقائق، كان في شوية من التهوية. بصعوبة يتمالك صادق نفسه أثناء حديثه عن التعذيب الذي تعرض له في السجون التي مر بها ابتداء من تعز وانتهاء بسجن كلية المجتمع بذمار، السجن الذي حولته ميليشيا الحوثي على نهج إيران إلى مخزن للأسلحة ومركز لتدريب عناصرها وسجن ضمن 641 سجنا بينها 111 سجنا سريا تستخدمها للإخفاء القسري. سلبوا سعادتهم. يتذكر صادق تلك الليلة التي غرق فيها 137 من رفاقه المختطفين في نومهم إلى الأبد، بينما نجا هو ومعمر القادري و43 بجروحهم ليدركوا أن الميليشيا استخدمتهم دروعا بشرية لكن ذلك لم يشفع لهم. كانوا يشتوا يصفوا إحنا لولا أن وجود نازحين بإحدى العنابر جنب مبنى الكلية يعني، واختلطنا بالأطفال والنساء النازحين. لا يدرك قيمة الحياة إلا من عاد من حافة الموت، ولا يفهم معنى الحرية إلا من تعرض للاختطاف والتعذيب. هؤلاء عاشوا كلتا الحالتين فأدركوا أن الحياة بلا حرية أقسى من الموت. عبد العزيز بحنين، شباب تعز.